اهلا بكم مشاهدينا، مساء الخير، يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. طبعا شهر رمضان الكريم بيجري بسرعه، النهارده 26 رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. الشهر الكريم بيجري بسرعه، طبعا كل الايام الحلوه الجميله بتمر بسرعه. طبعا احنا علشان العيد خلاص قرب، ففي شويه قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي طبعا قام بإجراءات، بعض القرارات هنقولها لكم للخوف على المواطن وكمان سلامته وسلامة الأسرة كلها. فيجب علينا طبعا الاتباع القرارات دي كلها. وكمان احنا اليومين دول بنمر بدرجة حرارة يعني مرتفعة جدا، من النهاردة لغاية يوم الخميس برضو نتبع الإجراءات، يعني مثلا ما ننزلش في الشارع كتير، الأطفال ما ينزلوش في درجة الحرارة المرتفعة دي، نخلي بالنا برضو من كبار السن ما ينزلوش ويشربوا مية كتير، ويخلي بالهم طبعا من درجة الحرارة دي. لازم يكون في إجراءات وتوعية مهمة جدا. تعالوا نعرف مع بعض مشاهدينا ايه هي القرارات اللي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قررها. ان شاء الله اعتبارا من يوم الحد، اول يوم اول ايام العيد وحتى يوم الجمعه 29 مايو الجاري، سيتم فرض حظر حركه المواطنين اعتبارا من الساعه 5 مساء طبعا، وغلق جميع الكافيهات والمولات والأنشطة الرياضية وكل حاجة من الساعة 5 مساء، واقتصار إقامة صلاة العيد في أحد مساجد الدولة، وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد. طبعا برضو التجمعات دايما بنحذر منها، مفيش تجمعات، مفيش صلاة يعني في المساجد، خوفا برضو على صحة المواطن وصحة الأسرة وصحتنا كلنا. ويا رب يعدي الأيام دي على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. مشاهدينا طبعا ما يحلاش العيد إلا بالمعمول والكحك. طبعا العيد أول ما بيجي على طول كل أسرة بتحب تعمل الكحك وبتعمل المعمول بطريقة مختلفة عن التانية، لكن النهاردة مشاهدينا هنعمل المعمول بس بطريقة السورية مختلفة شوية، هنعلمها لكم طبعا. واللي هيضيف الحاجات الجميلة معانا النهاردة الشيف طارق مرعي الشيف السوري. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم، والنهارده فقره المطبخ السوري وهنعمل طبعا المعمول. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، خلاص العيد على الابواب، فطبعا الفرحه ما بتكملش الا بالكحك او المعمول. والنهارده بقى على عن الطريقه السوريه هنعمل المعمول السوري والبيتي فور مع الشيف طارق مرعي. اهلا اهلا بحضرتك يا شيف طارق. اهلا فيك استاذه شيرين، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. ووعدنا الناس طبعا ان حضرتك هتكون معانا ونعمل طريقه عمل المعمول والبيتيفور. والبيتيفور ان شاء والبيتيفور الله ان شاء الله اليوم. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله يا رب يا رب. وطبعا العيد ما بتكملش الفرحه فعلا الا لما نعمل بقى جو المعمول وجو الكحك. انت عارف الاطفال بيحبوا جدا ان هم يعملوا في البيت، وخصوصا كمان بقى شيف طارق دلوقتي الظروف بتحكمنا بسبب فيروس كورونا. طبعا دايما بننصح المشاهدين ووسائل الاعلام دايما بتنصح المواطن ان هو يخلي باله كويس جدا في الايام دي، خصوصا بمناسبه الاعياد والمواسم والحاجات دي، لازم يكون عندنا تباعد اجتماعي ونخلي بالنا كويس جدا ونكون في البيت طبعا. فمناسبه حلوه وجميله، وهنعمل مع بعض بقى في البيت كده طريقه عمل المعمول ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. انا اليوم رح اعمل طريقه المعمول السوري وبطريقه سهله لست البيت كثير، وبس هي بدي انوه لشغله انه هي العجينه حساسه كثير، يعني اذا ما تعاملت معها بشكل مزبوط ما رح تنجح معي. فبتمنى منكم انتم تتقيدوا بالمقادير اللي انا رح احطها هلا والطريقه اللي رح اعملها مشان تطلع معي عجينه ناجحه 100% ان شاء الله. هي فعلا مشكله شوف طارق دايما هي حساسه، ان هي حساسه جدا وبنقول ليه باظت بقى، هي ممكن تشق ممكن تفرط من ايدك ممكن اي حاجه يعني. فعلينا نلتزم بالمقادير نلتزم بالمقادير الصح وبالطريقه الصح، طيب. لانه حساسه جدا. طيب
هتقولينا بقى على المقادير عندي انا هلا كيلو دقيق كيلو دقيق ومعه نص كيلو سمنه. الكيلو دقيق بده نص كيلو سمنه. السمنه بقى اختياري، ست البيت بتحطها نباتي، بتحطها حيواني، بتحطها بلدي، بتحطها اي حره حسب التذوق يعني. مظبوط. انا عندي كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، هي بتاكل سمنه كثير. الكيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه. نص كيلو سمنه لازم. طيب حلو قوي. انا عندي قطر، عامل قطر هو السيرب. السيرب القطر. وعندي كاسه معمول. سكر. وعندي كاسه مي ثلج. لازم تكون مي مثلجه. ماشي. هذا يعني من الاشياء اللي بتنجح العجينه. انا رح ابتدي بالعجينه هلا. انا عندي عجينه كيلو، انا عملت. طيب نقول لمشاهدينا برضو المقادير على الهواء: كيلو دقيق، نص كيلو سمنه، 200 جرام ماء مثلج، 200 جرام سكر عادي، 5 ملاعق يسرب، صح؟ سيرب. سيرب. سيرب قطر. سيرب ده السيرم. يعني القطر، السيرب السكر مع الميه وكده. مظبوط. ايه. هلا انا حبتدي معي النص كيلو طحين مثل ما انتم شايفين اعزائي. هي النص كيلو طحين انا حطيت، انا عملت كيلو. نص كيلو حطيته، لازم احط انا العجينه حطها بالثلاجه لمده ساعتين. بس الاول شوف طارق، بنحط النواشف مع بعض يعني بنبتدي. لا لا لا، هي طريقه هلا بتشوفيها بتختلف. هلا انا بحط الطحين بعدين بحط السمنه مثل ما انتم شايفين. هذا الطريقه الصح. انا حطيت دقيق عليه نص كيلو سمنه. نص كيلو سمنه، انا بس عملت الكيلو كامل، عملت نصه حطيته بالثلاجه هلا بدي اطلعه من الثلاجه لانه ما بصير اشتغل فيها لبعد ساعتين. فانا مشان نورجي المشاهدين انه هي كيف تصير، فعملت نصه رح اعملها هلا قدام المشاهدين حبايبي، والنص الثاني رح اطلعه من الثلاجه واشتغله قدامه. تمام. النص كيلو الدقيق بحرك بايدي هيك، ما بصير اعجن انا مثل العجين العادي، لا. انا لازم احرك هيك من الطرف طراف طراف طراف، بتصير عندي العجينه مبرغله. وكمان حبايبي السوريين اللي عم يشوفوني هلا كمان يا ريت يستفادوا، لانه معظمهم عم بيلخبط بالعجينه وعم تطلع معهم مو ظابطه. كل سنه وكلهم طيبين ان شاء الله يا رب، والعالم العربي كله بخير وبلاد الشام. وشعب مصري طيب، كل سنه وانتم بخير ان شاء الله يا رب. يحفظنا كلنا. امين 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 يا رب. ويرفع عنا المشاكل امين يا رب. ان شاء الله يا رب هيك على العيد نخلص من هالغمه ونرجع لحياتنا الطبيعيه يا رب. يا رب ان شاء الله. هي بالتدريج شوف طارق فعلا. نعم. ولازم نستوعب، وفي نفس الوقت حتى لو بدانا ننزل شغلنا، المولات بدات تفتح، التعامل بدا يعني بالتدريج بدا يكون عندنا مع بعض، يكون في تعامل، نخلي بالنا يعني يكون. طبعاً. لازم نلبس الكمامات. أيه. ولازم يكون في تباعد متر بين وبين صديقي. أيه. يعني أيه. ده أيه. حاجات بقى ناخد خلاص بعنا. بقى بعنا. في تغيير شامل في الحياه. أيه. خلاص ما بقاش زي الاول. لازم. خالص. صح صح كلامك. ان شاء الله يا رب لا يعني كلياتنا ناخد بالنا مزبوط وتكون درس لنا وعبره، ونمط حياتنا كله نغير. أيه. نغير يعني. ايه بالضبط. نغير ثقافتنا يعني الاجتماعيه كلها. صح. بلاها بعدين البوس والاحضان. خلاص حرمنا. الحمد لله ويعدي الايام على خير. امين يا رب. امين. طيب حضرتك بقى بتحب ان توزع السمنه كويس جوه الدقيق. ايه هلا بدي اوزعه هلا مثل ما نكون شايفين. انا لازم ورجي المشاهدين مشان ما حدا يخربط فيها، لازم تطلع معي مبرغله بهالشكل هذا. يعني تقصد العجينه لازم تكون مبرغله هيك بهالشكل، مدعوكه مزبوط مع الطحين. مزبوط. الطحين مع السمنه لازم مزبوط يكون مثل ما انا شايفين. انا وفي طحين معين يعني دقيق معين، هو اي ولا دقيق أي خاص؟ في بيقولوا زيرو وفي بيقولوا ايه. هو الدقيق الابيض تبع الحلويات كله شغال يعني، كله شغال. بس انا ناخل الطحين، ناخله قبل ما احطه يعني. هي كمان يعني ملاحظه مهمه. نجيبه وننخله؟ ايه بننخله بيطلع انعم واحسن. طيب انا نخلته. طيب. حلو. مثل ما انكم شايفين طلع معي عجينه مفروله مثل ما بتقولوا. مفروله. مفروله. حلو قوي. ايه هلا انا هي العجينه باخذها مثل ما هي هيك مثل ما انكم شايفين اعزائي المشاهدين، هيك شايفين باخذها بحطها بالثلاجه لمده ساعتين. لازم تقعد بالثلاجه لمده ساعه، ما بصير اشتغل فيها على طول ما بتنجح معي. طيب ليه بقى شفت؟ لانه فيها السمنه. السمنه لازم تشرب تتجانس مع الدقيق. آه. وتشرب الدقيق لحتى احسن اشتغل فيها. اذا ما حطيتها بالثلاجه ما بتنجح معي. علشان كده التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتبين مهمة الحاجه جداً. كويسه وفعلا معموله بطريقه مظبوطه ولا لا. مهم جدا.
مهم جدا. طيب بعد ما بنخلصها هلا انا بعتبر نفسي اني انا حطيتها في الثلاجه لساعتين. طيب خلص ماشي تمام. انا هلا هيك بعتبر نفسي انا بس مشان اوضح للمشاهدين مشان يكون معي وقت، انا هيك حطيتها ساعتين بالثلاجه وطلعتها. بعد ما طلعتها من الثلاجه عندي كوبايه مي ساقعه، لازم تكون ثلج، هي فيها ثلج بارده كثير، تنويه للاخوه المشاهدين. وعندي القطر السيرب بدي احط لها شي 5 معالق قطر سيرب. سيرب ايه بس انا بحب نوه كمان 5 معالق كبار، انا حطيت تقريبا 5 معالق كبار. 5 معالق بحب نوه انه العجينه هيك ما بتشتغل، ما بتشتغل، لازم تنحط بالثلاجه ساعتين. خلاص احنا عرفنا. بس انا عامل النص الثاني، النص الثاني عامله ومجهزه، راح اطلعه هلا واشتغل فيه قدام ال خلاص يعني بعد ما بنحط العجينه خمس ايوه حطيت لها المي الساعه بالضبط نطلع ونحط بقى السيرب. هلا انا هيك تقريبا الميه المتلجه. أيوة. طب ناخذ معانا سناء. ايوه مساء الخير. مساء الخير، اهلا استاذه سناء، ازي حضرتك؟ منورين، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير، وكل سنه وانت بخير. طيبه حبيبتي. هو اللي بيعمله الاستاذ شيف حضرتك كراديج ولا معمول؟ معمول، لسه بنبتدي اهو بقى. طب اوكي، طب عايزه اعرف الكراديج بتتعمل وايه الفرق بين الكراديج والمعمول؟ طيب وعايزه وكنت اسالك الشيف قبل كده عن مربه الورد اللي هي الاصليه. ايه مربه الورد، انا معلش حقك علي، هنقولها لك دلوقتي. أيه يا استاذه سناء حضرتك يا ريت تقول لي كمان يا استاذ لو اعرف بس مصدرها فين او منفذ يكون بيبيعها، الحاجه اللي هي الكويسه يعني فعلا، او رقم تليفون حضرتك لو تكرم. حاضر حاضر، والاستاذ حاضر، وعلى الفيسبوك كمان شيف طارق مري. حاضر يا حبيبي، انا موجود على الفيسبوك عندي شيف طارق مري موجود. اشكرك. في كنترول هي. طيب هي زعلانه عايزه مربه الورد ضروري. لان فعلا مربه الورد يا اختي الكريمه، انا اي ورد عندي ريحته حلوه جميله، في ورد في له ريحه وورد ما له ريحه، في عندي ورد لونه زهري واحمر ريحته شهيه من بعيد حتى، هذا الورد باخده بغسله بنطفه مزبوط، بكون عم بغلي انا سيرب مي وسكر، بحط له نص ليمونه، وبجيب الورد الجميل هذا اللي ريحته حلوه وبسقطه بقلب السيرب وبتركه يتعقد معه شوي لحتى يصير زي المربى، وبتركه ليبرد وباكله. هذا هو مربى الورد، سهل جدا. يمكن مشكله في الورد نجيبه. الورد ايه هو الورد اللي احنا عندنا بالشام، الورد الجوري. الورد الجوري عندنا ريحته فواحه جدا، مشهورين فيه اهل دمشق يعني. هي اسمها دمشق الياسمين. طبعا جميله. هلا انا هيك يعني. طيب هيك بتسال برضو على حاجه اسمها الكرابيج. الكرابيج الكرابيج ان شاء الله هبعتها لك بوصفه على بالكنترول باذن الله. طيب ان شاء الله. هلا هيك انا بعد ما طلعتها من الثلاجه بعد ساعتين حطيت لها المي السقعه، حطيت لها السيرب القطر ودعكتها وصارت معي عجينه متماسكه مثل ما انا شايفين. بس انا هي ما فيني اعملها معمول، ما رح تنجح معي. انا شو عملت، انا قلت لكم سبق انه الكيلو الطحين اللي عملته عملت نصه حطيته في الثلاجه طلعته، والنص الثاني ساويته. تمام. هلا هذا النص الثاني تبع العجينه اللي طلعته، هذا هلا طالع من الثلاجه. هذا بارد جدا هلا جدا، شايفين العجينه شلون متماسكه معي. شايفين كيف حلوه جدا. هلا انا عندي الحشوات اليوم، نقول بقى على الحشوات اهم حاجه، الحشو مقادير. الحشو انا عندي جوز عين جمل، جوز ممكن عين جمل، وعندي عجوه طاحنه للعجوه. هلا انا بحط لها شويه سمنه مثلا، بس احنا بنحب نحشي بالعجوه احسن. ايه بالعجوه بصير، انا حعمل بالعجوه ورح اعمل بالجوز. طيب بعين الجمل انا بحط لها العجوه شويه سمنه او شويه زبده معها، معلش مشان بس تمشي ايدي فيها، مع العجوه ومع شويه سيرب مثل ما احنا شايفين، كمان تعطيها طعمه طيبه جدا. وبس بتحطش حاجه ثانيه؟ هلا انا اذا بدي احط ممكن احط قرفه، ست البيت حره بتبقى حلوه تصدق، ممكن احط قرفه، ممكن احط جوزه الطيب. جوزه الطيب حلوه قوي. ممكن احط اي مثلا، هلا انا بحط ما زهر، عندي ما زهر. حلوه قوي. بتدي ريحه جميل للعجوه جميله. طيب شفت هاي ما زهر عندي انا، بحط شويه ما زهر. الله ريحه ما زهر. والقرفه كمان حلوه. والقرفه حلوه معها. انا بدعك العجوه هلا مشان اعملها عجينه ان شاء الله، وراح اورجيكم شلون انا بدي اعملها مشان
اشتغل فيها. مش ممكن نحطها على النار اوقات ست البيت يعني؟ أنا ولا انا بصي انا طاحنه، انا جبت الـ 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 التمر وفكيته وطحنته وطلعت معي بهالشكل. يعني بقى لا نجيبه جاهز ولا حاجه، احنا نجيب البلح جيب البلح طبيعي كده وفي منه بدون نوى ده؟ بدون نوى، في منه بدون بذر. نتعب شويه نتعب بس الحاجه تبقى بايدنا بنشتغلها انضف واحسن واحسن وانضف واحسن صح، وافص للبيت واحنا نعملها بقى بالطريقه السهله دي ونحشيها. هلا عندي الجوز عين الجمال كمان حشوه، انا ممكن اجيب حشوه فستق حلبي، بتعرف الفستق الحلبي السوري، ممكن كسره كمان اعمله بالحشوه، ممكن اعمل جوز هند، ممكن اعمل اختياري بقى اختياري بقى. طيب هلا انا عندي الجوز، حط له شويه ماء زهر بيعطيه طعمه طيبه، حط له شويه سيرب مع الجوز، الله، شويه زبده او سمنه ما في مشكله عندي. ده انا مكسر الجوز مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين. هلا عملت الحشوه، شم ريحه الماء زهر طلعت مع الجوز. هي التفاصيل الصغيره دي يا شيف طارق اللي مهمة بتفرق، مهمة اللي طبعا بتميز فعلا طبعاً. كل معمول طبعا انا بيعمل اي شيء، اي شيء مثلا طيب يعني لازم احبه انا اول لحتى يحبه غيري. وانت عارف برضو الكحك بقى يعني بيننا وبين بعضنا كده تجربه. ايه طبعا كل واحده بقى تدوق كحك المعمول الثاني، واحنا عندنا طبعاً كحك هنا بقى بنعمله بطريقه مختلفه بس ان شاء الله برضو هنقول عليه. المعمول السوري بقى طبعا هناك عندكم بيبقى بتقارنوا بقى معمول مين الاحسن اكيد طبعا في ستات البيوت بيتباهوا وبيتنافسوا فيه، لا انا عملته اظرف، لا انا اطيب، لا انا احسن هيك يعني. بكل طريقه بتبقى حلوه قوي بالزبط. وطبعا بيبقى في مقارنه جميله بقى وبرده الناس بتستفيد يعني السنه الجايه تلاقي لا ده انا هقلل مثلا الميه، هقلل مثلا حاجه، على قد كل واحده بيبقى ليها كل تجربه بنستفيد. اصل صعب قوي ان هي برده تظبط قوي يا شيف طارق، يعني العجينه حساسه جدا. حساسه يعني اذا ما بيتبعوا نفس الطريقه ونفس التعليمات اللي انا بقول عليها ما راح تنجح معهم. طب ليه بقى يا شيف طارق لما نشتري المعمول مش بناكله في فرحه العيد؟ يعني لما نعمله في العيد بيبقى ليه فرحه وطعم. طيب ليش انت واكل جميل؟ طيب ليش انت لما تيجي العيد تروح تشتري اواعي وملابس لاولادك فرحه عيد؟ والحلويات برضه نحن قاعدين بلا شغل وقاعدين عم نستقبل بعضنا بزيارات، فلان بيستقبل فلان وفلان بيستقبل فلان، انا بروح عن بيت خالي، بيت خالي بيجي لعندي، قرايبين على بعضهم لمه، فهي اسمها فرحه العيد. واحنا كنا صغار فرحه العيد عندنا لما نروح مع اهلنا لعند قرايبيننا مشان ناخد عيديه. لا وكمان نشم ريحه المعمول في البيت الام بتعمله. ايه طبعا بيبقى رائع عندكم طبعا. احنا عندنا هنا الكحك برضو عندنا في البيت لازم يبقى ريحته كده في البيت طالعه، وكمان ايد امي يعني ايوه بالظبط ست البيت حتى بتقولي مهما اكلتي معمول بعد المعمول تبع امي لحاجه ثانيه طبعا حاجة تانية. ربنا يخليك. مثل ما انا شايفين اعزائي المشاهدين العجينة أنا هلا بعد ما طلعتها من الثلاجة هلا بقطعها قطع صغيرة مشان أشتغل فيها. شايفين مثل ما كنتم شايفين أنا هلا فيني أقطعها بالسكينة، فيني أقطعها بإيدي هيك، يعني أنا حر. أنت هتديني واحدة وتعلمني. أنت جايب بقى القالب. القالب هذا الله. هذا القالب شوفي ده جميل جدا. نورجي المشاهدين هذا القالب الغميق هذا للمعمول. وهذا القالب الفايش للعجوة. هلا بتشوفيه بيطلع معي قرص انبسط. بس ده حلو قوي بقى من التاريخ عندكم من التراث يعني احنا هي طبعا هلا قبل ما يخترعوا هي هذا القالب كانت ست البيت تعمل هذا بهالشكل تحشيه مثلا اللي بدها اياه وتجيب شوكه او سكينه وتنقشه. ما هذا مشان السرعه يعني. لا برضه جميل. هلا انا مثل ما انكم شايفين اعزائي عملت العجينه، اخذت القطعه منها بحفرها هيك، انا متعود على حفر الكبه بقى بتكون سهله علي. هلا انا ببتدي بالجوز، طبعا الجوز تماسك معي يعني حطيت له سيرب وحطيت له سمنه وشويه سكر. هلا قفلت عليه للقالب، انا بحط له شويه طحين بس مشان ما يلزق معي. طب قرب هنا عشان الكاميرا برضه تجيب مشان ما يلزق معي.
انا رشيت رشه طحين على القالب وحطيت العجينه المحشيه بالجوز. هلا انا بدي اخذها وحطها بالصينيه مشان ادخلها على الفرن. تفضل هنا ممكن او الصينيه. لا 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 لازم اخذ الصينيه انا هنا. بس انا ملاحظه ما فيش بيكنج باودر ولا في. لا 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 ما بياخذ لا خالص. لا هو مو المقادير بس اللي احنا قلناها. لا ما بينفع تحطي له بيكنج باودر لانه اذا حطيتي بيكنج باودر او الكلام هان العجينه حتفلت منك وحتطلع وحشه مو حلو. طيب يعني احنا بس كل العمليه حطيناها في الثلاجه مثل ما انا شايفين. الله. طلعت معي جميله. الرسمه حلوه وظريفه ورقيقه. وهلا بحطها انا ورقيقه. وهلا لما بتاكليها بتصير بتفرط تمك بتدوب. يعني شغله طيبه حلوه. نعمل كم واحد عشان نرجع نعمل عجينه البيتي فور. طيب لانه البيتي فور مهم كثير. يا ريت كنت جبت المناقيش دي برضو كنت عملت لي واحده كده. ايش مناقيش؟ بحب افنن انا. ايه مناقيش؟ الرسمة عندنا النقش. النقش هي لها ملقط خاص. زي ملقط تاع الشعر هيك ملقط خاص بينشف بتدي شكل حلو. انا سكرت او شوكة صح زي ما حضرتك او شوكة. طيب عايزين واحدة بقى بالمعمول هلا عملت انا بالجوز. ماشي حلو. الجوز حتى نعلمه الغويض ايوه مبين هو تبع الجوز مبين. وتبع العجوة هاي رح نعمل العجوة. تمام. هاي العجوة ناخذ شقفة كمان بعمل لها هيك مثل ما انا شايفين. هاي السكين قطع صغار صغار عشان احشيها. عايزك بقى تجيب لي واحدة احاول اعمل واحدة معاك. اعملي تفضلي. اهلا وسهلا. ايوه تفضلي. يعني احاول. حاولي طبعا. يعني انا طبعا نعمل. فيني احشيها فستو، فيني احشيها جوز هند، فيني احشيها اللي بدي اياه. شايفين الرسمه شلون بتطلع معي؟ اذا انا العجينه معي مو مضبوطه اخواني المشاهدين الرسمه ما بتطلع معي ومو ظريفه ابدا. لا العجينه الصراحه حلوه جدا وريحتها حلوه قوي كده مثلا. انت عملتي العجوه، انا رحت طبيت على القالب بتاع المعمول. لا مش مشكله. حلوه قوي جميل. تجيب لي منديل بقى بعد اذنك. لا بس حلو. هاي العجوه اللي بتطلع معنا شكلها رائعه. اعمل لي دي بقى كده. حاضر. لا جميله. شوف طارق حلو قوي وفي نفس الوقت بتختلف عن المعمول. طب انا بسمع برضو المعمول بالسميد وبالطحين. ايه هلا ممكن هلا في ناس بتعمله بالسميد مشان يطلع معهم هش كثير. فممكن نضيف انا لوصفتي هاي كاسه سميد مع يعني بقلل كاسه من الكيلو تبع الدقيق وبحط كاسه سميد معها. فبتديني شطه هيك يعني. المقادير هي وكل هي حاجه بس بتشيل كاسه من الدقيق وبحط كاسه التسميد. حلوه قوي برضه. ما فيش فرق بينهم بس هو فرق ان في ناس بتحب الطعم ده والطعم ده. بس المقادير شايف العجوه؟ تسلم ايدك. برسمه حلوه ومرتبه ان شاء الله. لا والعجينه فعلا ماسكه وظابطه وحلوه قوي يعني. طب لو في اي يعني اللي بيتابعونا دلوقتي برضه. نعم. السيدات لو لقيت العجينه مثلا مش ماسكه فيها عيب مظبوطه مش مظبوطه متفككه مثلا. لا او هلا عايزه ايه هلا انا لو اتبعوا الطريقه اللي انا عملت فيها العجينه صح 100% رح تطلع معهم عجينه ناجحه 100%. اما اذا ابتدعوا شغلات من دماغهم وحبوا يزيدوا لها او ينقصوا لها ما رح تنجح معهم. لانه هي عجينه حساسه جدا. وانا لما بدي ادخلها على الفرن بدي ادخلها على درجه حراره 250. انا عندي بالفرن درجه حراره 250. ده الفرن ده قصه بقى يا شيف طارق. يعني هو بيستحمل درجه حراره ويقعد قد ايه ولا يا دوب نحطه ناخده على الفرن؟ لا بدك تحطيه 10 دقائق بياكل بال 10 دقائق في النص. في نص الفرن بنص الفرن. ايه بنص الفرن. ونولع الفرن قبليه مثلا ولا ايه بدك تحميه للفرن قبله بخمس دقائق؟ نحمل الفرن قبل ما نحط المعمول بخمس دقائق. لازم اخذ درجه حراره 250 بعدين ادخل المعمول. اذا ما اخذ درجه حراره بالفرن 250 ما بيزبط معي المعجون. وبنقعد قد ايه بقى؟ بيقعد قد ايه؟ 10 دقائق لربع ساعه. ونراقبه؟ طبعا نشوفه. طبعا لانه هو بدك تشوفي انت متى ما احمر السفل تبعه خلص هو يعتبر استوى لانك انت عم تشغلي الفرن من فوق ومن تحت. بس المشكلة من فوق دي ممكن من فوق
يلسعوا او حاجه. شلون؟ بقول يعني نولع الفرن من فوق ومن تحت، دي مشكله ممكن؟ لا ما في مشكله ابدا. هي مشكله السوا دي والله برضو على حسب ست البيت ان هي برضو تبقى تاخد بالها. المفروض تاخد بالها انه هي اكيد وتكون عم تعمل معمول ما حتعمل شغله ثانيه غير المعمول، انه هي عم تشتغل بالحلويات ما راح تشتغل بالاكل. فهي لازم تاخد بالها. يعني تاخد بالها يكون كويس جدا. طيب وحلو قوي. طب ولو ما عندهوش بقى شيف طارق هذا موجود بالسوق؟ موجود القالب بالسوق. في منه على بلاستيك ممكن يجاب. لا بس الخشب انا من رايي الخشب في الاكل خصوصا احلى حاجه. هون هلا يمكن باب الشعريه في موجود. يمكن في موجود. طيب وممكن زي ما حضرتك قلت شوكه ممكن برضو شوكه. ممكن انا هلا بصي كده. انا نفرض اني عملت حامل لك واحده كده نحشيها عجوه. اهم حاجه العجوه. الاولاد برضو بيحبوها قوي. انا عملت العجوه حشيتها بما اننا شايفين، طلعها كره مثل ما اننا شايفين، جبت الشوكه او السكين اعطيتها شكل. سهله يعني. الافكار برضو حلوه. الواحد يفكر ويحاول يعمل حاجات شكل جديده. بس هي بالشوكه بتطلع احلى يعني. بس انا ما معي شوكه هلا، بس ممكن انا اعطيتها شكل مثل البيتفور يعني تقريبا. يعني شكل حلو كمان. بس انا بدي اخذ بالي كمان اني لما احطهم بالصينيه لازم خلي تباعد بين كل قطعه وقطعه. بينفش بياخذ راحته مثلا في السوا عشان ما يلزقوا ببعض. بالضبط. يعني طب انا رح احطها هي هلا بالفرن ونرجع بنعمل عجينه البيتفور. البيتفور. طيب تمام. ننزل بقى عجينه مقادير البيتفور ونبتدي بقى نعمل البيتفور. طبعا ده الاولاد بيحبوه جدا برضو شيف طارق. البيتفور البيتفور حتى الكبار بيحبوه. طبعا مع الشاي مع القهوه بيبقى حلو قوي برضو. طيب ناخد التليفون ده الاستاذ محمد من القنا. من قنا اهلا وسهلا. السلام عليكم. كنت عايز اسالك والله على طريقه عمل الكبيبه. الكبيبه؟ حاضر حاضر يا استاذ محمد. كل سنه وانت طيب وبخير. استاذ محمد كل سنه وانت طيب ان شاء الله. ميرسي ربنا يحفظك. تابعنا الاستاذ محمد من قنا عايز يعرف طريقه الكبيبه. حاضر من عيوني. طريقه الكبيبه يا استاذ محمد، اول شيء مشرفنا وكل عام وانت بخير ان شاء الله واهل قنا الطيبين. طريقه والله. الكبيبه كيلو برغل ناعم بياخذ نص كيلو لحمه من غير دهون حمراء. كيلو برغل ياكل نص كيلو لحمه من غير دهون. بضيف له انا ملح وفلفل، ملح وفلفل وبهارات، وبفرم ما بيكون منوع البرغل طبعا. بعد ما يكون منوع البرغل مزبوط يعني متشوش بحط له اللحمه وبحط له بصل صغيره وملح وفلفل وبهارات بس، وبفرمه بالمكنه مع اللحمه على الناعم على الوش الناعم. بفرمه وشين حتى يطلع معي مثل المرهم يعني متماسك تمام مثل العجين، عجينه الكبه صارت. وبعصق لحمه مع البصل، والشاطر بقى بيعمل الكبه وبيحشيها وبيقفلها بس وبقليها بالزيت ماسكه. بس اهم حاجه السمك. هي المهم انه تكون ماسكه علشان كده ياخد باله. طيب هلا عندنا البيتفور. البيتفور عندي انا هلا المقادير الاول والمشاهدين المقادير. المقادير كيلو دقيق انا حاطط عندي و 250 جرام دقيق. و 150 زبده او الاختيار بقى او سمنه. واثنين صفار بيض. ونص معلقه فانيليا و75 جرام سكر ورشه ملح. بس سهل جدا سهل جدا قوي. هي ال 250 جرام دقيق. هي حطينا عليهم ال 150 جرام الزبده. تمام تمام. ناخد الاستاذه نفس الطريقه. اتفضلي. طيب ناخد الاستاذه كارما ونكمل. كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا. كل سنه وانت طيبين. اهلا يا حبيبي. ممكن بس توطي التلفزيون بس وتسمعينا من التليفون. كل سنه وانت طيبين. وانت بخير. لو سمحت كنت عايزه اشوف عامل البيتزا. البيتزا؟ حاضر من عيوني.
طيب يا كارما، اوكي حبيبتي تابعينا، كل سنة وانتم طيبين. عايزة تعرف طريقة عمل البيتزا برضو. البيتزا كبايتين دقيق، كبايتين دقيق، رشة ملح، رشة سكر، بيضة واحدة. بعمل العجينة مع معلقتين زيت زيتون، لازم زيت زيتون عشان تطلع معي بيتزا إيطالي صح. بحط معها معلقة صغيرة خميرة، خميرة فورية، وبعجنها بهالطريقة وبتركها ترتاح ساعة. بعد ساعة بطلعها وبفردها وبشتغل فيها. ساعة برا مش في التلاجة. ايه برا، لا برا بحرارة الغرفة يعني. وافرد بقى وعيش وعيشي حياتك واحط بقى كل حاجة انا عايزاها. بتحط الجبنة، بتحط المكونات اللي المكونات اللي انا حباها. ايه. هلا انا عجنت الزبدة 150 جرام مع 250 جرام الدقيق، زي طريقة المعمول القريبة من هذا تقريبا. لازم اشبع الدقيق بالزبدة. أيوة. كويس جدا. مثل ما احنا شايفين مظبوط طبعا عشان الوقت برضو بيجري مننا. ايوه يعني لا انا يعني انا كمان عملت يعني مشان الوقت. عملت بيتي فور جاهز وجبته مشان ورجي الاخوه المشاهدين مشان الحق. طبعا يعني المره الماضيه ما لحقنا الفتوش. سحبه هي شفتوري. الفتوش يلا بقى. بس ان شاء الله هنعملها على الهواء برضو. السلطات شيء مهم جدا. الوقت المشكله بياخدنا. ايه الوقت بياخدنا صح. ده بيقول 7 دقايق المخرج. طيب طيب هنلحق ان شاء الله. ان شاء الله هنلحق. انتوا بتعملوا بقى شيف طارق المعمول في اي غير بقى العيد ولا ممكن في المناسبات؟ ممكن نعمله غير العيد. ممكن في اي وقت تاني. اي ممكن الناس بتطلبه يعني. اي عادي عادي. بس بيني وبينك برضه طعمه في العيد حاجه تانية. طبعا بهجه بهجه العيد. بهجه وفرحه فعلا. طيب حضرتك حطيت حطيت انا هلا السكر سكر وهلا حطيت البيض. صفار البيض. صفار البيض. هذا صفار البيض. طيب تمام. ايوه وحطيت السكر الناعم هون. تمام. وحطيت الدقيق والزبده ماشي. هلا بدي احط لها شويه بيكنج باودر، معلقه صغيره تقريبا بيكنج باودر. تمام. نص معلقه فانيليا برضو. ايه. ومعلقه فانيليا ورشه ملح. ورشه ملح. تمام. العجينه بقى لازم نفضل تكون متماسكه في الاخر، نفضل نعملها كويس. بتضل يعني طيب. بالعجينه لحتى انا وبعد كده بقى. انا لازم احط لها شويه لو عندي حليق قطر، هي قطر سيرب بحط لها معها كمان تطلع معي ناجحه. ده اساسي بقى. تمام. ومع لا. شويه مي كمان اذا ما عندي حليب لبن. معلش. تمام. عشان تطلع معي العجينة. بس لازم تكون بأي معجنات مي باردة. مي باردة دي معلومة لازم. مهمة قوي يا شيف طارق. طب ما فيش واحدة جاهزة عشان الوقت؟ واحدة العجينة. هي العجينة جاهزة. طيب. خلاص تعتبر جاهزة دلوقتي. طيب تعتبر جاهزة. أنا عشان الوقت عملت قبل الهواء عملت شوية بيتي فور وطلعته. بتاخد بقى البيتي فور في الفرن درجة حرارة قد إيه وقت قد إيه؟ بتاخد درجة حرارة 180 درجة حرارة وقت حوالي يعني 25 دقيقة. اي 25 ل 30 دقيقة. تمام. اي وبنحط بالنص برضه وشغال من تحت ومن فوق. وبنولع الفرن قبليه بفترة برضه عشان لازم يسخن اي حاجة يسخن لازم يسخن الفرن قبل. تسخن الاول و 180 درجة. مثل ما احنا شايفين عجينة البيتفور صارت معي جاهزة تقريبا. انا عم بدعكها. بس انا شايفه مفروله معي شوي بحط لها شويه حليب او مي. هي التظبيطه دي بس هي اللي بتبقى مشكله. هلا. لان عايزه المقادير. هلا هيك صارت تشتغل معي العجينه. انتم ما تكون شايفين بحطها بقالب مع البيتي فور وبتنزل معي مثل ما بدي الرسمه اللي بدي اياها. حلو. شايفين العجينه ما احلاها صارت. لازم تبقى دسمكها. ايه هلا انا بحطها بقالب البيتي فور مشان ست البيت. اذا ما عندي قالب بيتي فور بعمل هيك. هلا انا عندي هي العجينه هيك عامله. انا ممكن اعمل نصها مع الكاكاو شوكولا. حلو. والنص الثاني بعمله ساده. حلو. هلا انا عملتها هيك مع الكاكاو نصها. الاولاد برضو بيحبوا الكاكاو. ايه. قوي شوكولا. بس انا عم بستعجل عشان الوقت. بس حلوه. ايه. وده سمكها وبعد كده. هلا انا ما عندي قالب لنفرض انه بالبيت ما في عندي قالب. طيب لو ما فيش قالب بقى بنعمل الطريقه ازاي؟ هقول لها ازاي كده بقى. انا ما عندي قالب لنفرض. انا باخذ حته حته من هاي
بس لأقرب شغلة للسادة المشاهدين مشان الوقت. أنا عملت كرات، هاي كرة من الكاكاو اللي أنا عملته، الشوكولاتة باخد هدول الأربعة هيك بعمل لهم هالبصمة، هاي هي العجينة لسه ما أخذت روحها معي. طيب حلوة قوي، جميلة برضو معي. بس برضو بنحاول ان احنا نجدد ونعمل برضو اشكال جميلة وحلوة قوي بالبيتي فور. ايه طبعا طبعا. عايزين بقى نقدم شيف طارق. نعم نقدم بقى عشان باقي طيب 3 دقايق كده او اقل. والمقادير سهلة، مقادير البيتي فور كمان سهلة جدا سهل الصراحة. ان شاء الله ورح ده تنجح. ده الاطفال يعملوها. رح تنجح معكم ان شاء الله باذن الله. طبعا ده سهلة واي سيدة تعملها. 150 جرام زبدة، 250 جرام دقيق، انا هون تقريبا رح يستوي عندي بس لسه بده وقت، نص معلقة فانيليا و75 جرام سكر ورشة شوية معمول قبل الهواء مشان ندوق ندوق. علي اعمل لي كوباية شاي. هنخلص دلوقتي مع الكحك، ريحته جميلة يا شيف طارق. يعني انا عامل هلا بالجوز وبالعجوه، ان شاء الله هنا وعافيه يا رب. تسلم ايديك والله. الله يسلمك يا رب. انا فيني هلا مثلا إيه؟ عندي سكر بودره، ممكن احط عليهم سكر بودره بينون. انا بس عايزه هنا اثنين كده. ايه ماشي اللي انت عايزه. يعني بحاول اعمل حاجاتي. تمام. والبيتيفور طبعا، وهي البيتيفور اللي انا عملته قبل الهواء كمان. حاجات بسيطه. لو ورجيكم بس العجينه البيتيفور اللي انا عملتها، شوفوا كيف هي هشه. يعني ها اطار السكينه بتدوب. كمان حلوه جميلة قوي، جميله جدا يعني. تسلم ايديك يا شيف. الله يسلمك. وهي المعمول اللي انا عملته كمان. تسلم ايدك. الله يسلمك. شايفين كيف هش وبيدوب بالتم بيفرط. تسلم. هي حاجة مهمة جدا. وكمان المقادير سهلة جدا وفعلا أي ممكن. اي ست بيت ممكن تعملها. صح. اي ست بيت تعملها خصوصا كمان البيتي فور مشاهدينا. ويا رب يكون المعمول عجبكم والبيتي فور السوري وطريقة سهلة وممكن نعملها. وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وعيد مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. ولازم نتبع بالتعليمات في العيد وفي أي مناسبة ونخلي بالنا كويس جدا عشان نخاف على ولادنا وعلى أسرتنا وكلنا بقى نخاف على بعض ونفكر كويس في مستقبلنا. طبعا بنشكر الشيف طارق مرعي. العفو. الشيف السوري طبعا بحاجاته المتميزة والجميلة. طبعا الريحة جميلة جدا. احلى حاجه ان الحاجه تبقى طالعه من الفرن كده جميله. طبعا مشاهدينا بشكركم جدا جدا، اشوفكم في موضوعات جديده وحلقه جديده ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وسنه سعيده عليكم يا رب، وزيل عنا هالغمه، وكل عام وانتم بخير. مع السلامه مشاهدينا. مع السلامه.